Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hengike feyve piruze meguti heyveke gelak ahdathu ridanet mazınku mesra ve mecrae tarihi ve guhuri. Ebu heyve heyve Hüde Teala kerem gelmek ilip ve heyve da bi düsturi azim ke Kur'an'a. Ev Kur'an'a hani ebu veku emberi Hüdeyni Kur'an'a ke ve kelama ke azime. Ebu veku sengere ke yalake mazına yeve ümmeti dijminu neyar ipeve mahtilbun ipeve tşapalin neşyayne ve ümmeti. Ek cari bukujin ibrindar kiri ummet ummet isaqat kiri ummeti kiri ya ummetaka zeyl ya kuri ummetaka muqallit ummetaka fenni taqlidi şibet meymin kit zanit heşte pitir beli ef ummeta nemriye ina sahbi nemriye iketi bas nemriye ef ummeta ha cara duye cara ka di ruh de khul dastu pet ve ummeti detebe اف امتا اسلامي او يا مرشح بو وراثا في ارضي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين اذن امتا اسلامي بلي ويكتي يبريندار بي ينساخ بي امتا اسلامي ربما ريكي لبرز بي امتا اسلامي افرو ويت حالتك إذا كس حسيدية بوضع ونابت وجهة ونابت وبأخلاق ونابت ويعني موقع ونابت جهتنا في حالتها أمت زانجي سبب شو أمت زانجي أجر شو أمت زانجي بوشي هلياتها شكيف أجروا سبب خدي تعالى ويتقوتينا ما وينشامت داين البربين وبينما وفي قرآنه تنافري شبي أمواف قرآن الشبتي طبعا أوديالي تاتين شد بجني مغناطيزي هردو رخيت موجب أن هردو رخيت سالب ديري كدود كوين أم چند قرآن وفي شريعتي دير كوين هند أم دي ضريبي دينو دي رزيل بينو دجمن دي لسرما مسيطر بيد بس قلبي چند أف قرآن هني ماي حسن الحصين أبي ماي أملا مظنيا في أمتي چگابه اف امتا بزفر نبدی بینن وی قرآن یا تمام و یا درست دجمنت اسلام هزری ویدا کری هنگی اف قرآن یا موجود بید و هنگی که اف قرآن بهت خاندن و هنگی که اف قرآن هنه دنگ طبعا دنگی وی بچتا بسرمانا و نهتا تحریف کرن و نهتا گهورین و نهتا تزیف کرن شبت کتوب دی اود بیجن دجمنت اسلامت بیجن ام چجار امین نابینو چجار پشت راس نابینو چجار ام مرتاح نابینو چجار ام طبیعی هزرناکن که ام خلاص بین بله امت مایی بگاوی نیف کشتی کری امت مایی اخستی مایی کوره کری مایی کری امتا که مقلت ما عادات و اعرافت خو اوید پیس همی مبوان دای دای نکرن بستشت جان نه حضارتا غربی وقت طبیعی کف که تفسخ اخلاقی او بریب کبن تفسخ اخلاقی وان جانب علمی و صناعی پیش اخز بی تقریبا معادلک چه کر بی تفسخ اخلاقی جی وقت وان تخید جانب صناعی و طبی یا تکلونوجی اوان متطورن دیشن معادله که اخنه دیشن هنده عقاقی را چیکن برگریب کن بان نساخیا بله ما امت اسلام فقط تفسخی نشامه دای و ام بس تقلید وان که این تفسخ بالمقابل جانب تکلونوجی جانب علمی جانب یعنی یه حضاری بیجین اتویره ام صفرین دون صفری والمکری بس يقولي تقليد مبكن ودوا لو تكفرون كما كفروا أو حست كان بنا كافر شو لبيس أم تقليد وام كين وقتي في شو لبيس أم تقليد وام كين أم دي فنا بين دي بيج بين طبيعي هالبرد كان دي
او بيجن ام شاين اخلاقي بصرمانا افلو بريندار كين اذا اصاب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا هاروجك تديد امتك اخلاقي وهاتا كشتن وهاتا هرفاندن وهاتا بريندار كرين وهاتا ايخستن بوتهيا بلا مين انساخ وكيدي بلا مين انساخ وكيديكو انسان طبعا مروف انتخون وبدخون التين وچن بوتهيا تتازي داني چنك انما الامم بالاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا امت هنجي امتك خير الخد بنيت وبكير ارضت تيت وبكير حياتي تيت اخلاقي وي اوابيت رجا اخلاقي ويتهرفيت او امت دي چيتو خنا جريت او نشت خو بجريت جي اصلا چنكي چبناغ نمان چتشنيا ودستي خو بابتي دي ويران بنو دي طبعا چن غرب بيجيت اخلاقي وي امت ما يسقط كري ما هميت كرينا يعني ذيل ما هميت كرينا تابع ما همي بريواني دايخو ما انسان ما اكود بيجن ابي بسرين قلت بس ام نشينا قرآن بجهورين ام نشينا يعني جهورين كي بيخينا نصا نابروكا قرآن ما دام في قرآن وكي خمايا هل وكي خدي فريكري هما صبعي اب بسرمانه ده هشيار بنبا وده زفرنا في قرآن في دستوري ويام دي سجاركا دي چوبا چاوال دسبيكي ياما چوي وسايامچو شاو حروب الصليبي 200 سنه اوروبا حرب بصرمانات كنا شانا بصرمانه 200 سنه حروب الصليبي دوام كنا انوان طبيعي اسلحه خغوري ودستوبتي بسلاحه كشتنا اخلاقي نضي خلقي بكار انا بكرنا صالات الديسكو زيدا كرنا يعني خمارات ملاهي اب جلكي متهتكي جلك تتبرخو اب كاري اب جحيلتكت اب لباسي اب خلكتك تتبرخو عاداتت في عالمي بلي خب ديتو تشتكي في خلكينا بيني يا اسلامي الا تشتكي بسيط عادات وان نمايا عادات اسلامي اخلاقي وان ني اسلاميه بازرغانيا وان ني اسلاميه جلكي وان ني اسلاميه حكم وان ني اسلاميه قوانين وان ني اسلامينا اخفنا تشتي وان نمو اسلام اسلام وان فقط نبيجا كيت كان او جار خدمة بحث كلي او نبيجي انجام ونتيجة نادة بإنساني ففعلا في امتي حالتك خطير دا وفعلا في امتا لاوي هاتك هنقافتن وافجحي لو افخلك فعلا لاو تازي هاتك برين دار كرن بس او بيجي نبات تشتكي مؤقتة سر فترات سر بصرمانا دات شوين حتى بري رش الكعبين ادر بس دوام نكر يا بصرمان جارك دي زفرين في قرآن اخو وجارك دي هشار بينا با وفي انسان التاني جارك دي يعني يكد بيشن عزتا واني زفر يبا اجتماع الاوروبا هاتا كرين البريطانيا قلت ام دي هول دين ام لفظك قرآن يا كبشين بجهورين اجاي مديد بصرمان بين حسيان دي كينا دو لفظ وويلي كرام شان كانت لفظك القرآن بجهورين دي تحريف كبيرة قرآن وي وقتي سنجري وانية مظن دي هتعرفان دن وي وقتي وقتي تكب النار ابنا أبدا شنكي قرآن سنجري كي مظن دجمن يا شكات إلي كري دجمن يا شكات إنا رابين شكر إنا رابين بس كلمة جهوري طبعا كون بين وقف طبعا مؤامرة كرسر بصرمانة سر كلام خده سر قرآن او مؤامرة شبو رابين دي آيات القرآن يا أيها الكافرون نبيسي قل يا أيها المسلمون لا أعبدوا ما تعبدون بدل كافرون قلت يا أيها المسلمون ورابين مئات آلاف نسخ يعني نسخة كرن أو طبع كرن نسخة أول دس بيكر قلت بنا أفريقيا ملتك كتيا دولويري دس بيبكين بالكويري ناجح بين وبشتينجي دس بيبكين العرض الدجي قلت وقت قرآن داناي آلاف مؤلفة نسخي شهد كرين توزيع كان او توزيع كرين قلت بچيكا كي باكر بچيكا كي شصالي هو بري خداي قلت كراستن ابا غلط كرين ليلة ابا ينبسي قل يا ايها المسلمون لا اعبدوا ما تعبدون
أو خو قل يا أيها الكافرون لا أعبد فرأسا بشيك بحسيا بلا خبدي خدي تعالى يقول إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون دي شين وكان ميمين دي شين وبأخلاق كان دي شين وبدين كان دي شين وطبعا إخن دي وإفلاس كان همو بس نشين كار تكرني لفظك قرآن دب كان شنكي ما قرآن فريكري ودي حفاظ السر كان إنا رابن أو نسخ هميكم كن آلاف المؤلفة أو قرآن يعني صوتا ونكر طبعا بجالب إذا بقضي هدف وان يا رئيسي اوا بس بيتشينابيد او نشن في كاريب كان قران خدي تعالى ابو ميفري كري ما قالك جا صحبتي كري جزائر وقتي 120 صاله جزائر بن احتلال فرنسي بابو 120 صاله اوان جهاد اسلام نذكر مجرد اوان مقاومه كدافيد كر بشتي 120 صاله جزائر بن احتلال فرنسي شباب جزائري دفكت وقرآن بلند كر وحكم بون آيات الجهاد كر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوا الذين يقاتلونكم وجاهد الكفار والمنافقين أذي قرآن أفجح للتولي كرن حتى بين الثوار وبين مجاهد خلال شص صلاة فرنسا الملتي خدري خست چنك قرآن نشان بقول صجر هولي داي اف آيات الجهاد يت قتال يت شري طبيعي يعني بالندر دا اف قرآن هبيت تشتكي طبعا نشان شباب الجزائر زفرنا قرآن و آيات الجهاد شان او دولة مستعمر او هند صالة بخدانا يسر بهناوان در بخن شص صالة حتى ايكش علماء غربيت بيجد وقت من بسالته وشجاعته وميلانيا ثوار الجزائر ديتن قلتي حب اسلامي كفت الدليمون ويا قرآن يا صاطم بسرمان بن تماما او جي عالمك يا مظنبو بس برينجي وزير مستعمرات فرنسي بخو هاتا طبعا توبيخ كرم راخي حكومته بابو چنكي قرآن موجود بي وقت احتفال كل دا تخريج طالبا كان قد طالبا هات نويري بجلك اسلامي بحجاب ذا حكومة فرنسي قد وزير مستعمرات باتا شكريا ابا هند صالة و في بارا مدينتا تهشتا افشن كان درس وكوام سريبا نكريا انا قد قرآنك بلند كي قد ما چبكم اذا كان هذا القرآن اقوى مني اسي اعترافت كما في قرآن ما بقوتر ما بيستر امیشان در بیدانینه بس مادم اف قرآن یا موجود بید اف روح اف قلب و امتی چگه و لب زفرن و اف انسان تده طبعا ساخ بنبه یعنی وکی بره هنگی که قرآن خود تعالی به شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اف هیوه خود تعالی اف نعمت قلب امتی کری اف قرآن بو طبعا فری کری اف دستور عظیم بو فری کری او قرآن خود تعالى نوفيك يا روح يعني امت بي قرآن دي مريد وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا وهو ملائكة قرآن هل قلت العصماني انا يا عرضي نوفيكي كلا روح نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين تتنزل الملائكة والروح بحث جبريلي معنى بوچ نابه ويجي كرا روح ونابه قرآن يجي كرا روح وبوچ خد تعالى قوتي واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم چنكي قرآن روحا قرآن روحا أمتيا قلب أمتيا بي أبا إنسان طبيعي ناجد ونشد حياته خبة سري قرآن شفاء كوا قرآن شفاء بوچ نقول قرآن دواء قلت قرآن شفاء چنك همي أمراض معنوي الإنساني دف إنساني نهيلت أمراض معنوي شبتي غشة شبت حسد شبتي ظلم شبت أمراض يعني دف إنسانا بيجيت نهيلت بهنده قلت الشفاء أجوان أمراض هميا والرحمة بوفي إنسانها أف قرآنها بوش الرحمة بوفان إنسان تاني شنك اف قرآن ها وقت بيت اخلاق في امتي دي بيت امتك مرحوم دي بيت امتك مظفر
او رجاء اف قرآن اخلاق في امتي بيت او امت امتك الشريفة امتك قوية امتك عزيزة امتك صاخة احتمال اجلا جاي اشارة مدابته يزدجرت ملك كسرى تاريخ بدقو هزيتو نقلت كد بجيت هوارا خبرا ملك الصين قوتي قوتك بصرماني بسرمدا تينا خاري انا شم برجريال خبكم ملك الصين قوتي او بصرمان چد بيجن قوتي او بيجن خده كتابك مفرق بين قرآن آها قوتي باشا او بصرمان جرأت دنا خو مخالفه و قرآن اتكن قرآن مثلا يسروان عرق حرام كده عرق بدخون قوتي ويبش كيبه قرآن سروان حرام كري ربا او ربا كان نا ربا نا كان قرآن سروان حرام كري تجسس كان نا نا كان قرآن سروان حرام كري افتشت ظلم كان نا حسد نا اذا قلت ملك يزدجر قلت هنجي اف امتا اخلاقي وان قرآن بيتو قرآن طبع كري بسر قلبي وان اثبت جيش فريك امجي امجي نشين برگيري تبكن امتاك بشكلي اگر ملی خوب ده توان چیا دیرا کد ایدن از جیش ناف ریکم چمکی اسنه شم مسار حربه بگوهرم بله اگر امتا گشت حالت که که او محرمات قرآن سوان حرام کری بکن شبت افرو طبعا چه تشتی قرآن حرام کری دینی او انسان جرأت دن خوید کن وی وقتی همی دیشنه همی دیشن بان بپن همی دیشن بان هفسار بکن همی دیشن طبعا چپ سری بام بینن بس ملک الصين اعتذار که گوتی از قوات نفرکم چنکی قوات همشی دفنا بید و مسار حرب نشم گورن مادام او غصت متمسکن اب قرآن اخو اف قرآن پیروس او عظیم او من که بحث کری که روحا اوید به هیوا رمضان دهات که خار او انسان حرفکا قرآن بخینید بوی خیره که خیر جیب دهانه الیف لام میم طبعا بسه بله بو همی انسان ها غصانین ها نتو قرآن بخینی توی غافل بی افلا یتدبرون القرآن تدبیر القرآن چه تو احکام توی تطبیق کی ربتان للقرآن والقرآن یلعنو گلک جار انسانی قرآن تخینید و قرآن لعنت الوید کت او قرآن تخینید بو چنکی او انسانی قرآن تخینید او قرآن لعنت ظالمید کت او ظالمه الا لعنة الله على الظالمين و او ظالم ابو نفس اخو ام بو انسان كدي و قرآن يدخيني و قرآن يقولي الا لعنة الله على الظالمين او قرآن يدخيني قالك جارة والقرآن يلعنو يخرب يك اتكت بيش او انسان وكو ربا يدخل ملعونة اي قرآن يدخيني وكدي خاني اوضا كريب ربا سلفال بنكي كيش ربا و قرآن يدخيني قرآن لعنة الله اتكت ابی انسانی بوی حرف دهانی بو چنکه ابی تدبیر هزرا خود قرآن دا نکریه و احکام قرآن تطبیق نکرینه السرخو ایدن بلا کیفایی نه اتما قرآن بکر و اف انسانی ها ظالمه ریباخوره یعنی اف کریارت خرابت که پشتینگی بجیتن بو مجی هل حرف دهانه نه هجر قرآن تیتا کرین بخاندن ایجی و تیتا کرین جی گلک قوم قرآن تخوینن و پیغمبر امر کد بجید این قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا پیغمبر شکاتت کد بذوی قومی قرآن دایا پشت خو هجلته یا رسول الله قرآن تخوینن هر مزگفته بله خوب ده اتخوینن بله اتخوینن بس نه دستوریوانه دستوریوان ده قوانین دینه ای قرآن تخوینن بس عملی با احکام قرآن ناکن بیش وقتی تو عملی بناورو که قرآن نکی دی توشی بیاشوان انسان تا که هجرا قرآن کری و قرآن طبعا دای پشت خو به جا بگه به ام لفظا قرآن تخوینین ام تعاملت گل لفظا قرآن تکین بس هجر و هجرتا ناورو که قرآن و احکام قرآن می کری البر به چند هم استفاده طبعا لینا کین قرآن لازم هم عملی پیب کین و هم بخینین جی و هم هزرخو جی تداب کین دبیت الشفا دبیت روح بما هایو که خود تعالی وصفت قرآن کری اف قرآن جی ادوه هیبا رمضان پیروز دا خود تعالی دست بکری بما فره کری و اف نعمت اید گلمه کری و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین